لايف مع ثورة تي في. هلا المسيرة تقريبا وصلت على اليونسكو. هيدا المشهد الآن بنشوف هون الجيش أو الدرك مسكرين الطريق عند البندور. هذه المسيرة شو شعورك؟ كيفي؟ منيحة. شو نازلين اليوم؟ اليوم نازلين من الإقليم الخروب. وشو الرسالة؟ شو الرسالة؟ الرسالة إنه لا نلعب في العام. مثل ما شفنا الثوار اللي من كل مناطق لبنان ومع رسالة كلهم متوحدين انه لا للعفو العام، لكن في ثوار مع العفو العام. هلا مثل ما شايفين الطرقات مسكرة.